معي عبر الهواء مباشرة مشاهدينا الأستاذ رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي عبر الهواء مباشرة. مرحبا بك سيد الخضر، وأبدأ معك ما يتعلق برئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي. فبحسب جيروم باول فإن الاقتصاد الأمريكي يمكنه الصمود أمام القفزة الحالية في الإصابات بكوفيد 19، وهو أقوى اقتصاد عالمي. هل تجاوز العالم بصورة عامة تداعيات أزمة 2020؟ يعني فعليا موضوع الأزمة الموجودة يتم التعامل معها بطريقة مختلفة إن صح التعبير. أزمة كورونا وأزمة كوفيد 19 بشكل كبير تم تجاوزها وتم التعلم من الأخطاء التي كانت تم إجراءها أو اتخاذها من قبل الاقتصادات. والدرس الأول الأهم أن الإغلاقات الاقتصادية لن تأتي بأي نفع حقيقي على الاقتصاد، وفي نفس الوقت لم توقف بشكل كبير جدا يعني الانتشار، وبالتالي كان الأهم هو البحث عن التطعيمات وزيادة مستوى التطعيم بشكل أوسع. وبالتالي ما نتحدث عنه كأزمة موجودة حاليا هو يعني إن صح التعبير نتعامل مع ما بعد الارتدادات للأزمة. ما يحدث في الاقتصادات هو نتيجة الأزمة ونتيجة المفاجأة ونتيجة الإجراءات الاحترازية السريعة وإغلاقات الاقتصادات. كان هناك اضطرار لعملية تسهيل السياسات النقدية ودفع الاقتصاد من يعني من لا يتأذى حقيقة بعمليات الإغلاق الاقتصادي، وبالتالي دفع السيولة الرخيصة وتقديم يعني الدعم للمؤسسات المالية. هذا سبب ضمنيا بشكل غير مباشر ارتفاع مستويات التضخم. بالتالي التضخم هو عرض وليس سبب أو ليس مشكلة بحد ذاته، وإنما أعراض المشكلة المتمثلة في التضخم. بالتالي الأداة أو العلاج الذي تقدم به البنك المركزي أو الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية حول العالم تمثل في ضخ سيولة رخيصة لهذه المؤسسات مقابل أن تبقى على قيد العمل، خصوصا مع انقطاع سلاسل التوريد. هذه السيولة الرخيصة والإغراق الأسواق بهذه السيولة الرخيصة سبب ارتفاع في تكاليف الإنتاج وسبب ارتفاع في أسعار المستهلكين، وهذه الارتفاعات هي ما يتم معالجته حاليا كأزمة، ويجب أن يتم اتخاذ إجراءات سريعة نوعا ما متمثلة بتشديد تدريجي للسياسات النقدية في الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي. وبالتالي يعني نعذر إن صح التعبير الفيدرالي الأمريكي في تأخره بعملية تشديد السياسة النقدية، لأنه يريد التأكد من أن الأزمة التي كانت قد خلقتها كوفيد-19 في عام 2020 قد تم نوعا ما امتصاصها من قبل المؤسسات والشركات والقطاعات الاقتصادية في الدولة، ويمكن أن تتابع دون وجود لهذا الدعم النقدي الذي كان قد تم توفيره. طيب، تحدثت عن ارتدادات بسبب 2020 والأزمة التي عاشها العالم، إلى متى ستنتهي تلك الارتدادات سيد الخضر؟ يعني نحن نتحدث حاليا الأزمة بارتدادها الحالي هو الموجة المتعلقة بالتضخم المرتفع، أو التضخم اللي هو بنسميه walking inflation، أو مرحلة التضخم التي وصل إليها الاقتصاد الأمريكي على وجه التحديد. هذا التضخم ينذر بحالة ركود مع ارتفاع التكاليف بشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت ممكن مع سحب السيولة قد ينذر هذا الأمر بركود قد يحدث في الأسواق، وبالتالي يجب أن تكون العملية تدريجية بشكل كبير. هل يمكن الخروج أو إلى أي مدى يجب أن يكون هناك حنكة سريعة بالتعامل من قبل صناع سياسة نقدية في العالم وليس الاقتصاد الأمريكي فقط، حتى لا يكون هناك فجوة أو قوة كبيرة ما بين الاقتصاد الأمريكي وباقي الاقتصادات في العالم، وبالتالي ذلك سوف يسبب نفور رؤوس الأموال واتجاهها نحو السيولة الرخيصة مرة أخرى أو نحو ارتفاعات في أسواق الأسهم، وأيضا قد يسبب يعني هبوط حاد وتصحيحات عميقة في
أسواق الأسهم أو اللجوء نحو أسهم النمو وأسهم الدفاع والتخلي عن الأسهم الفرصة مثل أسهم قطاع التكنولوجيا على سبيل المثال. حتى لا تكون هناك هذه التقلبات الحادة في الأسواق يجب أن تكون العملية تدريجية وسلسة وأن تبدأ في أسرع وقت ممكن. ما أن نخرج من هذه الأزمة ممكن مع ثالث رفع بأسعار الفائدة، أعتقد فعلياً رفع أسعار الفائدة هو عبارة يعني أو دلالة ضمنية على أنه الاقتصاد يتعافى، وأن امتصاص السيولة الفائضة من خلال رفع أسعار الفائدة وبالتالي تقليل هامش المخاطرة في بالنسبة لرؤوس الأموال وبالنسبة ل يعني المستثمرين من خلال وجود الفرصة الخالية من المخاطرة وهي المتمثلة بأسعار الفائدة نتحدث هنا، هذا ما يمثل النمو الاقتصادي أو التعافي الاقتصادي. إلى أي مدى يستطيع الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي امتصاص هذا التعافي ومده بالاستمرارية والاستدامة هو الذي يعني سوف يكون هو سيد الموقف في الفترة القادمة. الآن المشكلة تكمن في التضخم، وما إن لم يعد التضخم إلى مستويات دون 3% سوف يكون هناك هاجس كبير ومشكلة كبيرة وقد نكون متجهين للرب. طيب ما هي المدة المحتملة لهذا التضخم الموجود حاليا، يعني باعتبار أنه سيكون مؤقتا أم أن التضخم يعني ربما يكون أكثر حتى من المؤقت؟ يعني نحن سقطت عنه صفة المؤقت، وأعتقد الفيدرالي نفسه ألغى الكلمة من خلال محضر الاجتماع الفيدرالي الأخير، بالتالي كلمة التضخم المؤقت غير موجودة. التضخم أصبح مشكلة يجب التعامل معها، هو تجاوز المدة الزمنية المطلوبة لنتيجة السيولة الرخيصة، و يعني خلينا نقول رغبة الفيدرالي بأن يمد الأسواق بزخم كبير نوعا ما لتلافي الأزمة التي حدثت في عام 2020، وأيضا دعمه بالسيولة لوجود ليدفع النمو خلينا نقول للثلاث أعوام القادمة. بالتالي التضخم حاليا ما أن يبدأ الفيدرال الأمريكي بعملية تشديد السياسة النقدية سوف نشهد مباشرة انخفاض في مستويات التضخم، لأنه راح يكون في عنا يعني هذا نحكي رياكشنز سريعة لامتصاص هذه السيولة، بالتالي سوف يكون هناك تراجع في أسعار الأسهم إجمالا وتراجع في الأسعار إجمالا، وهذا التضخم يتم السيطرة عليه من خلال دولار أقوى في الفترة القادمة. الدولار الأقوى بالتالي يعكس قوة وقيمة فعلية أكبر، وبالتالي سوف يسبب نوعا ما الانخفاض التدريجي أيضا من التكاليف. على سبيل المثال النفط ممكن أن يتراجع بهذه العملية، سوف يتراجع وهو أحد أبرز تكاليف الإنتاج حول العالم، ويعني وهكذا دواليك فيما يتعلق بالأجور وما إلى ذلك. بالتالي العملية هي عملية متى سيبدأ الفيدرالي برفع أسعار الفائدة وكم مرة سيقوم بالرفع هو المفتاح. بالضبط أنا أريد أن أسألك يعني هنا الزيادة التي يفترض على البنك المركزي الأمريكي أن يعني يعمل بها ويمررها، برأيك يعني كم ستكون، كم مرة ستكون؟ هل هي أكثر من ثلاث يعني زيادات أم ثلاث زيادات أم أقل من ذلك؟ يعني أنا أنضم للفريق الذي يتحدث عن أنه الفيدرالي أصبح متأخر بعض الشيء في عملية رفع أسعار الفائدة، كان يجب أن لا ينهي العام الماضي بدون رفع على الأقل في أسعار الفائدة، ولكن يعني ذلك لتجنب أن يكون عندي تضخم فوق 7% على سبيل المثال أو حتى 7.5% ممكن أن يصل. بالتالي الآن هو مضطر على الأقل لثلاث رفعات هذا العام، تبدأ مع شهر مارس ممكن أن يبقى أسعار الفائدة، ومن ثم الرفعتين التاليتين يكون تحديدها بناء على كيف يتفاعل السوق مع هذا الرفع. إذا كان هناك سرعة وتتالي في عملية رفع أسعار الفائدة سوف يرتد ذلك سلبا على الأسواق من ناحية أن يكون في عندي كراش أو هبوط حاد في أسواق الأسهم، وفي نفس الوقت يكون هناك ارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض، وهذا من شأنه أن يؤثر على أداء المشروعات والأعمال التجارية. بالتالي يجب أن يكون هناك نوعا ما حذر في عملية رفع أسعار الفائدة وتشديدها، ويتأكد من أن الأسواق الأمريكية والاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي حتى
مستعد لعمليات الرفع، فبالتالي أكثر من 3 رفعات هذا العام أعتقد سوف يكون أمر سلبي وسوف يضغط كثيرا على الأسواق، وقد يخسر الاقتصاد الأمريكي التعافي الذي تم تحقيقه إذا ما كان هناك رفعات بأكثر من 3. الحديث عن 4 رفعات بعد ما سمعنا من جيروم باول يوم أمس أعتقد هو أمر مستبعد. الفيدرالي الذي تأخر أصلا في رفع أسعار الفائدة لن يقدم على رفعها 4 مرات في عام واحد بهذا السرعة، بالتالي هناك المجال إن نصل لمستويات 75 نقطة أساس خلال تعاملات هذا العام ويكون أمر جيد نسبيا. كميات الزيادة ممكن أن تكون 25 نقطة أساس في كل رفعة أعتقد تكون مناسبة، لأنه ما بدنا ننسى أيضا أنه في عندنا برنامج لشراء السندات، لا يمكن أن يكون هناك رفعات كبيرة في أسعار الفائدة ولا يزال برنامج شراء السندات موجود بضخامة كبيرة، لأن ذلك سيؤثر سلبا على ميزانية الفدرال الأمريكي والاقتصاد الأمريكي. طيب سيد الخضر، يعني كيف سيقوم البنك بتفادي أو الاقتصاد الأمريكي بتفادي عودة الركود، باعتبار أن يعني رفع أسعار الفائدة ينذر بعودة الركود؟ يعني بلا شك الركود هو قلق ضمني أن يحدث. الركود الفعلي يكون عندما تكون هناك ضعف في إمكانية المشروعات التجارية والأعمال على أن تعمل بنتيجة إما ضعف سيولة أو بنتيجة ضعف طلب، بالتالي مع التحكم بمستويات أسعار الفائدة وتقليل السيولة في الأسواق دون الضرر بالأعمال، يعني لازم ما يكون عندنا عملية رفع أسعار الفائدة هي تقسم ظهر الشركات أو قطاع الأعمال في الأسواق، وبالتالي يجب أن يكون هناك تناغم في نفس الوقت الذي يحقق فيه نمو هذه القطاعات وارتفاعات هذه القطاعات أن يكون هناك سحب هذه السيولة الرخيصة حتى لا يكون هناك بالون أو حتى لا يكون هناك مبالغة وارتفاع في أسعار الأسعار دون أن يكون هناك نمو حقيقي، بالتالي هذا يسمى النمو المقنع، النمو الناتج عن التضخم. بالتالي ما يحدث فعليا أو ما يجب أن يتم حدوثه من يعني في الأسواق الأمريكية، ونحن نتحدث هنا عن الفيدرالي لأنه هو أكبر اقتصاد في العالم، الاقتصاد الأمريكي نتحدث وهو الذي يسبق في الأحداث وتلحقه الكثير من الاقتصادات، ما يتم فعليا هو عملية أولا رفع أسعار الفائدة، ثانيا تقليص ببرنامج شراء السندات، معني إنهاء هذا البرنامج قبل شهر سبتمبر. يجب أن يكون هناك يعني إنهاء لجزء كبير من هذا البرنامج، وبالتالي الحديث سيصبح لاحقا كيف سيتخلص الفيدرالي الأمريكي من السندات التي قام بشرائها خلال 3 أعوام الماضية، وهنا سوف يكون سيناريو آخر مختلف هو عملية إعادة بيع هذه السندات التي تم شرائها حتى يقوم الفيدرالي بتقليص ميزانيته المتضخمة بشكل كبير جدا. بجواب مباشر لسؤالك، العملية يجب أن تبدأ بالظهور الإيجابي على الاقتصاد الأمريكي مع بعد منتصف العام الحالي، إذا ما بدأ فعليا برفع أسعار الفائدة وبالتحديد مع الرفعة الثانية لأسعار الفائدة. طيب هل توافق يعني البنك المركزي الأمريكي على رأيه بأن التضخم الحالي سينحسر بحلول منتصف هذا العام؟ لأنه هو يعول على أنه سوف يبدأ بعمليات رفع أسعار الفائدة مضطرا قبل أن يكون، ولكن القلق هو حتى أن يقوم بهذا الأمر هل سوف يصل التضخم إلى مستويات 9%؟ هنا سوف يكون مشكلة كبيرة جدا. آخر قراءة عند 6.8 اليوم، التوقعات اليوم مساء تظهر بيانات التضخم والتوقعات هي عند 7%، وأنا شخصيا يعني بناء على المعطيات الموجودة قد تصل إلى 7.5%، وهي بعض التوقعات التي تم إدراجها في يعني قائمة رويترز لدور الخبرة والتحليل، بالتالي 7.5% إذا وصلنا إلى مثل هذه مستويات التضخم سوف لن يكفي للفيدرال الأمريكي طوال هذا العام أن يحقق خفض لهذا التضخم إلى ما دون مستويات 4%، بالتالي يجب أن يكون هناك مراقبة شديدة لمستويات التضخم وتدخل سريع من قبل الفيدرالي، يعني بالتقليل عملية التقليل من شأن التضخم أصبحت أمر غير وارد، أصبح مؤثر وبشكل كبير، والأسواق تحاول أن تسعر مسبقاً
أن الفيدرال الأمريكي سوف يضطر إلى التشديد. وأنت كما ذكرت أنه ممكن يكون حتى رفع 4 مرات رفع لأسعار الفائدة. لا نستبعد هذا الأمر إذا تأخر الفيدرال الأمريكي في عملية رفع أسعار الفائدة، سوف يضطر إلى رفعها مرات أكثر خلال مدة قصيرة، وهذا لا يعني سوف يكون له آثار سلبية قد لا ينظر إليها الفيدرالي، لأنه مضطر إلى القيام بذلك حتى لا يكون الآثار الطويلة المدى أكثر سلبية، وحتى لا يكون هناك دخول في حقيقي في مرحلة ركود أو كساد. طيب باول يعني لم يقدم حتى أي تلميحات جديدة بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة، لو تحدثنا بالتوقعات لموعد بدء رفع أسعار الفائدة وأيضا موعد البدء بتقليص حيازة البنك المركزي من الأصول. يعني كما ذكرنا شهر مارس ممكن يكون هو الموعد المحتمل والأكثر واقعيا صح التعبير لعملية رفع أسعار الفائدة، مع أبقاء الأنظار متجهة نحو مستويات التضخم. بيانات اليوم أعتقد باول لم يرد أن يتحدث حقيقة عن موعد فعلي، لأنه الجميع ينتظر بيانات التضخم التي ستصدر اليوم. بيانات التضخم هذه إذا أظهرت أن الوضع أسوأ مما هو عليه، سوف أعتقد الحديث القادم سوف يكون عن احتمالية واردة جدا لرفع أسعار الفائدة في شهر مارس، ومن ثم تبدأ الأسواق للرياكتينج أو ردات الفعل على هذا الحدث بشكل مباشر. بالتالي مارس قد يكون هو الموعد الأفضل والأقرب لحدوث رفع أسعار الفائدة. إذا لم تأتي مستويات التضخم عند 7% وكانت لا تزال دون 7%، أعتقد سوف يتم إرجاء رفع أسعار الفائدة إلى شهر مارس. لو تحدثنا الآن عن حركة الدولار والذهب خلال الفترة القادمة وفق المؤشرات الحالية، نتحدث عن الدولار الأمريكي. أولا الدولار الأمريكي على الرغم من كل الحديث اللي نحن عم نتحدث عن أنه التضخم الحاد وما إلى ذلك، وليس ببعيد جدا عن قاع 92، هو عند 96.5 تقريبا، لم يعني يرتفع بالقيمة بشكل كبير جدا، لأنه نحن عم نتحدث على إمكانية رفع أسعار الفائدة. ما بدأ فعليا رفع أسعار الفائدة أعتقد سوف يصل إلى مستويات 98 وما فوق، وهذا يضغط فعليا على أسعار الذهب باتجاه الهابط. الذهب ممكن أن يستفيد من بيانات اليوم ببعض التذبذبات الحادة التي قد توصله إلى قمة اللي زار خلال الأسبوع الماضي عند 1830 دولار للأونصة، لكن لا أعتقد أن هناك مجال مفتوح لارتفاعات الذهب، إنما هو تحت ضغط أكبر. بالتالي نستفيد من التذبذب ممكن يحدث اليوم ويوصلنا إلى 1830، ومن هناك أعتقد العديد من الصناديق الاستثمارية تتحدث والمحللين تحدثوا عن أنه وفنيا هو يعكس أنه منطقة بيع قوية جدا ومنطقة سبلاي قوية جدا للذهب، ممكن أن تودي بالذهب إلى مستويات أدنى تواكبا مع الأحداث المتوقعة، وهي رفع في أسعار الفائدة، قوة في الدولار الأمريكي، وبالتالي ضعف الذهب المقيم بالدولار الأمريكي. بالتالي تراجعات قد تصل مع الربع الأول إذا ما فعلا بدأنا أن نتجه نحو أسعار فائدة أعلى في نهاية هذا الربع، ممكن أن نشهد الذهب يهبط إلى ما دون مستويات 1730 دولار للأونصة. بما يتعلق بالنفط سيد الخضر، يعني الخام في مستواه المرتفع خلال تعاملات اليوم، هل ستبقى الأسعار عند هذا المستوى خلال العام الحالي، خصوصا مع الانخفاض الواضح في مخزونات النفط الأمريكية؟ يعني نحن في عنا عوامل مهمة جدا تسيطر على أسعار النفط حاليا. أول عامل هو أوبك بلس والزيادات التدريجية اللي نحن عم تحدث فعليا، وبالتالي توائم ارتفاعات الطلب، بالتالي ذلك حقق نوع من الاستقرار لأسعار النفط. ولكن في نفس الوقت إذا ما تحدثنا عن مستويات تضخم أعلى، وبالتالي ذلك أثر على وضع الاقتصاد وأدخلنا أكثر بمرحلة كساد أو ركود، ممكن أن يضعف الطلب مرة أخرى، فبالتالي المرحلة حساسة جدا بالنسبة لأسعار النفط. كذلك إذا تحدثنا عن تشديد السياسة النقدية وبدأ رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، فيعني دولار أقوى وبالتالي كل السلع ممكن أن تعرض للانخفاض، وبالتالي كل العوامل اللي نحن عم نقرأها حاليا
يعني تؤيد على أنه نحن عند قمة وممكن أن نشهد بعض التراجعات والانخفاض في الفترة القادمة، نظراً لأنه الزيادات التدريجية لا تزال موجودة، وقوة الدولار الأمريكي المتوقعة في الفترة القادمة، وفي نفس الوقت عودة الأمور إلى طبيعتها، بالتالي سلاسل التوريد موجودة ولا يوجد هناك ضغط كبير. استخدام المخزونات كان نتيجة الاستمرار الطويل عند أسعار مرتفعة في نسبيا بالنسبة للنفط، وبالتالي لتخفيف التكاليف إجمالا، بالتالي استخدام المخزونات التي كانت بأسعار أدنى من ذلك. هذا يعني أنه راح يكون في عندي طلب مستقبلي ولا يوجد مشكلة في الطلب، ولكن في نفس الوقت كما ذكرنا يوجد الزيادات التدريجية من قبل أوبك بلس والتي يعني أقروها، بالتالي نحن نتحدث عن إمكانية ضغط أكثر بالاتجاه الهابط على أسعار النفط، ولكن ليس بشكل عميق جدا. نحن نتحدث على أنه ممكن نزور مرة تانية عند 65 إلى 63 دولار للبرميل، هي الحد الأدنى للتراجعات التي قد تشهدها أسعار WTI أو خام غرب تكساس. رغم ارتفاع الأسعار، إدارة معلومات الطاقة خفضت توقعاتها للإنتاج بعام 2022. على ماذا اعتمدت يعني إدارة معلومات الطاقة حتى عملت أو قررت يعني أن تتوقع أو توقعت عفوا يعني بقاء السعر أو ارتفاع السعر أسعار النفط لهذا العام؟ يعني هنا نتحدث عن أنه كان هناك نوع من الإيجابية تكتنف الأسواق النفط تحديدا في الفترة الماضية، وهذه الإيجابية كان مصدرها أوبك بلس والتماسك الواضح في ما يتعلق بالمعروض، وفي نفس الوقت التفاؤل في الطلب المستقبلي. ولكن يعني ما يتم إغفاله نوعا ما هو قرار الفيدرال الأمريكي وقرارهم بتسديد السياسة النقدية. هذا الأمر لا يتم احتسابه بشكل سريع جدا، لأن الفيدرالي حتى لم ليس واثق بعد بأنه قراره سوف يكون قريب بعملية تسديد السياسة النقدية، بالتالي هذا سوف يؤثر نوعا ما على أداء الأسواق، وممكن بلا شك سوف يكون له التأثير السلبي على أسعار النفط. نحن نتحدث على تأثير سلبي ولكن مؤقت، ومن ثم تعود الأسعار للارتفاع مجدداً مع تحسن الطلب ومع تقليل الأثر السلبي الذي قد يحدث عن تشديد السياسة النقدية. بالتالي معلومات الطاقة تركز أكثر على الطلب الذي يحدث فعلياً، أنه أوميكرون لن يسبب إغلاقات اقتصادية كما مع بداية كورونا، بالتالي الأسواق لا تزال مفتوحة، سلاسل التوريد لا تزال موجودة، بالتالي في نفس الوقت لا يوجد أي إغلاقات فيما يتعلق بالمعروض النفطي أو في حقول الإنتاج أو ما إلى ذلك، بالتالي نحن عندنا طرف العرض موجود وفي نفس الوقت طرف الطلب يرتفع تدريجيا، ولا نزال دون المستويات للطلب التي كنا عليها قبل أزمة كورونا بشكل عام، بالتالي التوقعات جاءت من أنه أن نعود مجددا إلى مستويات الطلب التي كنا عليها في عام 2019 اللي كانت هي تفوق 101 ألف برميل يوميا. نحن لا نزال عند مستويات طلب أقل، بالتالي معلومات الطاقة كانت التوقعات تبعها اقترابنا أكثر إلى هذه المستويات التي كانت موجودة سابقا قبل الأزمة. رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكوتي السيد رائد الخضر، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، ضيفا في برنامج إغلاقي الأسواق.